في شوية أخبار كده في وسط الأزمات الاقتصادية رغم أهميتهم عدوا علينا كده من غير ما ياخدوا حقهم في الإعلام، وكلهم مرتبطين بكلمة واحدة: الذهب. الخبر الأول هو إن مصر أو البنك المركزي المصري كان أكبر مشتري للذهب في العالم في عام 2022. الخبر الثاني إن مصر حققت ثالث أسرع نمو لاحتياطي دولي من الذهب في العالم، بإجمالي احتياطي بلغ 125 طن ذهب. الخبر الثالث إن مصر قررت عمل مصفاة للذهب داخل مصر، وللعلم هذه المصفاة لا يوجد غيرها في الشرق الأوسط ولا إفريقيا. الخبر الرابع إن مصر غيرت بعض قواعد استخراج الذهب وعملت تسهيلات في الإجراءات للشركات المتخصصة في التنقيب على الذهب، وبالفعل تم افتتاح عدد من المناجم الجديدة. يا ترى إيه سر اهتمام مصر الكبير ده فجأة بالذهب، سواء بالشراء أو التنقيب أو حتى عمل مصفاه داخل مصر؟ وإيه علاقة ده كله بالأزمات الاقتصادية العالمية الحالية؟ وهل يمكن أن يحمي هذا الذهب الدولة المصرية من تداعيات هذه الأزمات؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. حرب العملات من أكثر المصطلحات اللي انتشرت مؤخراً بعد انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية. حرب العملات الأولى حصلت بين الحربين العالميتين الأولى والتانية، وحرب العملات الثانية جرت بداية من السبعينيات وحتى سقوط الاتحاد السوفيتي، وحرب العملات الثالثة بدأت سنة 2008 مع الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في سبتمبر من العام نفسه. كانت حرب تكسير العظام بين العملات الكبرى زي الروبل والين واليوان والدولار واليورو، وحتى الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي. يعني حرب العملات كانت دايما هي الجناح الاقتصادي للحروب العالمية، واليوم نحن بنشهد على حرب العملات الرابعة، وهي الأخطر على الإطلاق. ليه؟ لأنه في كل مرة كان الدولار بيخرج منها منتصر، أما هذه الحرب فكل المؤشرات بتقول إن هذه الحرب هي نهاية الدولار كعملة الكوكب، والبديل ليس عملة واحدة ولكن سلة عملات عالمية زي البريكس لتجمع البريكس الذي تقوده الصين وروسيا، وسور عملة دول أمريكا الجنوبية، وحيتحول الدولار لمجرد عملة محلية داخل دولة أمريكا. طيب ليه الدولار حيخرج من هذه الحرب مهزوم؟ لما بدأت الحرب الاقتصادية بين المعسكرين الشرقي المتمثل في روسيا والصين وبين المعسكر الغربي المتمثل في أوروبا وأمريكا على وقع الحرب الجارية في ملعب أوكرانيا، وبدأ التفوق الاقتصادي الصيني والصعود الروسي يهزوا هيمنة أمريكا والدولار، فأمريكا بدل ما تلجأ لتقوية اقتصادها علشان تقوي عملتها لجأت لحيلة هستيريا رفع الفايدة اللي كلنا شايفينها بزعم مواجهة التضخم علشان يحصل ندرة في الدولار في دول العالم فيزيد قيمته بشكل مفتعل، ليس بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي أو قوة الدولار ولكن بسبب نقصه. لكن للأسف هذا السلاح كان ذو حدين، لأنه نبه العالم لضرورة الإفلات من هيمنة الدولار، وبدأت كل التجمعات الدولية تبدأ في إجراءات عمل العملات الخاصة بها بالإضافة لتوسع الاتفاق بالتبادل التجاري بالعملات المحلية. وهنا نيجي لأهمية الذهب في الخروج من تحت عباءة الدولار. ففي زمن انهيار العملات الرقمية وانتهاء عصر هيمنة الدولار باعتباره عملة مضمونة، بيبرز الذهب باعتباره الحقيقة الوحيدة عبر العصور في ضمان أصولك النقدية. العملة الورقية اللي في إيد حضرتك المفروض إن ليها غطاء نقدي في البنك المركزي، أي عملة في العالم كده. لو أنت معاك ورقة دولار أمريكي وورقة جنيه مصري وورقة دينار كويتي، فالورقة البنكنوت المفروض إن ليها غطاء في أمريكا ومصر والكويت وأنت قاعد مكانك. الغطاء ده لازم يبقى من الذهب. دي حاجة اسمها قاعدة الذهب اللي بدأت بريطانيا العمل بيها سنة 1821 وبقت هي أساس الاقتصاد العالمي. ومع بداية حرب العملات الثانية أوائل السبعينيات علقت أمريكا تعاملها بنظام الذهب، وأصبحت أمريكا اليوم بتطبع الدولار بدون غطاء من الذهب فيما عرف بصدمة نيكسون، وده سبب أغلب مشاكل وأزمات الاقتصاد من أوائل القرن الحادي والعشرين لليوم. دايماً كل ما أمريكا تقترب من انكشاف أمرها تسعى للاستيلاء على ثروات بعض الدول الضعيفة أو افتعال حرب أو ابتزاز دول نفطية ثرية، فالذهاب إلى العراق وأفغانستان كان من أجل سرقتها، وافتعال الربيع العربي كان من أجل نهب سوريا وليبيا واليمن والعراق وحتى لبنان وتونس ومصر لو أمكن.
العالم بيقف على حافة فقاعة مصرفية اسمها انفجار الدولار في أي وقت، وأن تصبح حقيقة إن أمريكا عاجزة عن دفع ديونها البالغة 31 تريليون دولار يوم ينهار الدولار. وحتى يثبت اليوان أو اليورو أو الروبل أو حتى البريكسيت جدرته للعب الدور البديل، فإن الذهب هو البديل الآمن. وهكذا فإن فكرة شراء الذهب اليوم ليس ليها علاقة مباشرة بالأحداث الاقتصادية اليومية حاليا، ولكنها مؤشر واضح إلى أن الدولة المصرية لديها معلومات مؤكدة أن الدولار يعيش فصله الأخير، وأن العالم قريبا سوف يعود إلى قاعدة الذهب، وأن مصر بتستعد للعالم ما بعد الدولار، وأن مصر جاهزة للمباراة النهائية في حرب العملات الرابعة، وأن مصر أبعد ما تكون عن الإفلاس. مصر كانت بتمتلك قبل مشتريات العام الماضي ما لا يقل عن 81 طن بحسب الأرقام الرسمية، ووصلوا دلوقتي ل 125 طن. ومصر دلوقتي وبعد المشتريات الأخيرة، مصر أصبحت بتمتلك من الذهب بتتجاوز اليونان والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، أكبر مصدر للذهب في العالم. وكمان هقولك إن مصر العام الماضي بدأت في إنشاء أكبر مصفاه معتمدة ومدينة للذهب، هي الأكبر من نوعها في المنطقة في المثلث الذهبي في صعيد مصر. يعني بعد كده مش هنحتاج نخرج ذهبنا بره علشان نصفيه وندمغه، كل ده هيتم في مصر. لك أن تتخيل إنه مفيش دولة في الشرق الأوسط فكرت في امتلاك مصفاة للذهب إلا مصر، حتى أكبر دولتين لإنتاج الذهب في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، لا تمتلكان مصفاة للذهب، وهم أول المتعاقدين مع مصر من قبل حتى أن تنتهي مصر من تشييد تلك المصفاة بمدينة مرسى علم. هتتكلف المصفاة حوالي 100 مليون دولار لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 4 ساعات، وسوف تستقبل خام الذهب من كافة مناجم وجبال دول إفريقيا والشرق الأوسط، ما ينهي هيمنة مصافي الذهب في سويسرا وكندا على ذهب إفريقيا والشرق الأوسط. ولم تكتفي مصر بهذه الضربات، ولكن أغلب دول العالم استبدلت نظام المزايدات في التنقيب ولجأت إلى التعاقد المباشر مع الشركات العالمية، وهذا ما قررته مصر منذ بضعة أشهر، وتم التعاقد مع 7 شركات أجنبية و4 شركات محلية لاستخراج الذهب من الصحراء المصرية. وحالياً بيتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون المثلث الذهبي، قاعدته هي ساحل البحر الأحمر ورأسه بمحافظة قنا. هذا التفكير الاستراتيجي الحكيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوضح بجلاء أنه ينظر منذ سنوات لما يجري على الساحة الدولية بعين خبيرة ورؤية ثاقبة وإدراك متقن لما هو قادم في آتون حرب العملات، وإن العملات الورقية أو حتى الرقمية مهما علت اليوم، سواء الدولار أو اليورو أو حتى الروبل واليوان والين، فهي مرحلة وقتية قبل أن تنفجر فقاعة الدولار وتهدم اقتصاد العملات الورقية. وقت ذاك البقاء لصاحب الدرع الذهبي، البقاء لصاحب الذهب ليصبح المشير الذهبي عبد الفتاح السيسي هو من حمى أمن مصر الاقتصادي والصناعي لعشرات السنوات مستقبلاً بهذه القرارات. مصر عمرها ما هتفلس. صحيح بنتأثر بالأزمة زي غيرنا وبنعاني من ارتفاع في الأسعار، لكن كل ده أقل بكتير من اللي بيحصل في دول تانية. شوفوا الاستطلاع ده للأمريكان، إيه اللي بيحصل فيهم النهاردة؟ وشوفوا حكومة ألمانيا أقوى اقتصاد أوروبي بيقولوا إيه لشعبهم عن نقص المنتجات؟ وشوفوا بريطانيا، بريطانيا العظمى بقى وضعهم إزاي والحكومة بتعلن عجزها أمام الجميع، وإحنا عندنا كل حاجة متوفرة في الأسواق. هتعرف إن لولا الإجراءات الاستباقية دي وغيرها من 2016 حتى اليوم، كان ممكن في أزمة زي دي ما نلاقيش المنتجات في الأسواق ولا بأي تمن. علشان كده معركتنا معركة وعي، في ظل ملايين بتتصرف يوميا في إعلام مضلل موجه ليك أنت، غرضه تثبيت فكرة إن المشكلة عندنا في مصر وبس. عزيزي المواطن، يجب دائما أن تتذكر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي: لا يليق بنا أن نقلق، لا يليق بنا كمصريين أن نقلق، حفظ الله مصر وأعلى من شأنها وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.